عندما تكون وحيداً انتبه لأفكارك، وعندما تكون بين الناس انتبه للسانك وتصرفاتك، عندما تكون غاضباً انتبه لانفعالاتك وكلماتك، وعندما تكون عاشقاً أو محباً انتبه لوعودك والتزاماتك، عندما ينعم الله عليك من خيره انتبه لغرورك ولا ترفع عن الأرض أقدامك، وعندما تكون في ضيق اطرق باب من لا يردك مهما كان طلب.